إذا تحية طيبة مشاهدينا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. كيف ما شفتوا مشاهدينا، الظاهرة اللي ولينا كنشوفوها عبر وسائل الإعلام، ولينا كنشوفوا ظاهرة انهيار بعض المنازل. فشنو مصير الأسر اللي ساكنة أعوام وأعوام في تلك المنازل، واللي كيتم إخبار السلطات بالساكنة باش يتم الإخلاء ديال البيوت ديالها؟ فشنو مصير هاد الأسر، وخصوصا ولينا كنشوفو مشاهدينا أن الأغلبية ديال الأسر ساكنين أعوام وأعوام، ما عندهمش فين يمشيو. فتبارك الله، هاد التساقطات المطرية اللي عشناها فأثرت سلبا على البنية التحتية، وبينت الهشاشة ديال البنية التحتية. إذا التعليق اللي كيسول أشنو البلاصة، فاحنا معكم مباشرة في مدينة الدار البيضاء منطقة المعاريف. إذا المشاهدين، ربما الأغلبية فيكم شافوا المعاناة ديال الناس مساكن اللي تم الهدم ديال المنازل ديالهم، ما عندهمش فين يمشيو. فشنو رأيكم في فاجعة بورغون درب مولاي شريف؟ فشنو رأيكم متتبعينا في هاد الظاهرة اللي ولينا كنشوفوها؟ اذا كاين تعليق كيقول اختي ما كرهنا سيدنا يعطينا 100 متر لواحد في الكركارات اولا في الداخله، اولا ما نبقاوش متشردين في الزناقي، لا حوايج لا اوراق لا الشا والبرد. إذا متتبعينا، حنا معكم في جولة في أحد شوارع مدينة الدار البيضاء. سؤال مطروح، شنو رأيكم في الفاجعة اللي وقعت، سواء في درب المشنتوف أو في بورغون أو في غيره، وفي المدينة القديمة يعني العديد من المنازل يعني كانوا عالمينهم السلطات باش يتم الهدم ديال البيوت ديالهم، لكن مؤخرا وخصوصا مع هاد التساقطات المطرية الكثيفة بانت هشاشة البنية التحتية، بانت يعني البيوت اللي هي قايلة السقوط، بانت الحقيقة ديالها وتم الإخلاء ديال الساكنة ديالها. فانتوما شفتوا متتبعينا، الناس مساكن خرجوا كيناشدوا المحسنين، ما عندهمش فين يمشيو، ما عندهمش فين يباتوا. فصلاح كيقول حشومه وعار المشهد كيألم،
اكيد خويا اكيد، كفا كنتمناو دائما الدعاء لخوتنا المواطنين المغاربه. شكرا اختي ندى، كتقول بالفعل نحن من خارج الوطن كنعيشو معاكم واقع البلاد ديالنا. اذا تحيه لكم مره اخرى مباشره من مدينه الدار البيضاء، نلقاكم ان شاء الله في موضوع جديد ومع حالة أخرى. إلى اللقاء.